بس احنا قدام ازمه. الازمه اللي احنا شفناها ان احنا لقينا فعلا ان احنا على قناعه او على نصف قناعه بما قررناه قبل كده ان قوام الفرقه الغربيه، الفرقه الغربيه لها قوام. ولا ايه يا عمر؟ مروان انت مؤمن ان التراك اللي حضرتك بتغني عليه مؤمن انه فيه اله الدرامز؟ هو ينفع يترجم لايف؟ طب تعالى تعالى جنبي، تعالى جنبي، انا عايزك تعالى جنبي معايا. انا معلش هاخد اللي عايز يتفضل كمان يجي يقعد معايا. لا تمام، تعالى اقعد يا ماشي اتفضل. لا ترفع اي حاجه، تعالى يا مروان، تعالى يا عم نقعد نقعد مروان. قوام الفرقه الغربيه عموما قد ايه؟ كم عازف؟ يعني بص انا مش قرب بس يعني علي صوتك يا مروان. بس يعني اللي انا اعرفه ان الفرقه الاغلبيه ممكن عادي من خمسه. الصوت يا جماعه الصوت او يعني اربعه خمسه سته دول تكوينهم ايه؟ يعني التراك اللي انت بتعمله احنا لما اتناقشنا كتير الايام اللي فاتت قلت لك يا جماعه ان التراك اللي بيلعبوه ابناء مصر من شعبه الفن الراب بيبقى فيه درامز، بيبقى فيه جيتار بيز، بيبقى فيه حاجه اسمها ليد جيتار، بيبقى فيه جيتار سبانيش، بيبقى فيه بركشن. ايوه بس الالات اللي هي قرب انا بتكلم وما تتخضش وعيش حياتك. هو ده فعلا صح. انا ممكن اترجم الاغنيه دي اخلي اي ميلودي مثلا جوه الاغنيه يبقى معزوف من عادي جيتار سبانيش او بيز كده. بس احنا الفكره ان احنا لينا خاماتنا ولينا اصواتنا. يعني احنا الاغنيه بتاعتنا بتبقى معموله باصوات الكترونيه من يعني اولها لاخرها. ما هي كله الكتروني. فانا لما حتى انا جيت انا بخاف ان انا لو جيت دلوقتي اترجم ده في اللايف بقيت انا في فرقه لايف بفقد الحته اللي هي ايه الخامات بتاعتي المكان بتاع اغنيه الراب يعني الصوت بتاعها. يعني زي الماده الفعاله اللي في الراب كده احنا بنفقدها. تعالى يا عفروت تعالى اقفوا جنبنا واتكلموا انتوا ولادنا، تعالوا اتكلموا معانا وتناقشوا معانا ونخرج باراء كويسه. تعالوا اتفضلوا قوم يا ابو الانوار. احنا معانا من الناس المعروفه اللي انا للاسف يعني ابو الانوار. طب يا جماعه احنا اتفرجنا على معظم فنون الراب على مستوى العالم، يعني شاهدنا شفنا الشكل العام، لقينا ان فعلا قوام الفرق الموسيقيه للفن الغربي، والدكتور علاء هيبقى اكتر حد ضليع مننا في الكلام في الامر ده لان هو استاذ دكتور في الكونسير والراجل فاهم يعني ايه تكوين الفن الغربي. وزي ما انا قلت قبل كده هي هتدور في خمس ست الات غير الفنون الشرقيه. احنا بيبقى عدد الفرق عندنا كتير، دفوف وطباله والات سولوهات وكورديون وناي وقانون وطبله ودوله، يعني عندنا من الالات كتير. انتوا قدامنا مطالبين بحاجه، لازم نحافظ على ان ما يبقاش في بطاله للعنصر الموسيقي. يعني مش عايزين العنصر الموسيقي يبقى قاعد في البيت وتبقى فننه مجرد انك انت بتشغل تراك، والتراك ده في مجمله يحمل ايه؟ يحمل مزيكا. المزيكا دي المفروض ان اللي بيعزفها عازفين حتى ان قل عددهم عن الحد الاقصى اللي احنا كنا عاملينه للفنون الشرقيه، ان احنا قلنا 12، ولكن في النهايه انت حضرتك التراك اللي بتغني عليه موجود فيه عازف درامز، موجود فيه كيبورد، موجود فيه كوردات، موجود فيه جيتارات، موجود فيه بركشن، الالات اللي هي زي التونب والبركشن، موجود فيه كام عنصر كده. هنضطر كل العالم بيعاني، التحديث دايما بيتسبب في ان الناس اللي بتشتغل بتقعد، يعني دايما كل حديث وراه انك تلاقي الايد العامله عموما بتقعد في بيتها، هتيجي تمكنه بتؤدي دورها. طيب ده لو قلنا ده في الصناعه او في الزراعه، هل يرضي حد ان تبقى زملائنا اللي درسوا على مدى عمرهم او صرف او تعب او استغل وقته وموهبته وضيع حياته، وفي ناس مننا كتير حاملها للبكالوريوسات وللرصاصات واشتغلت في الفن عشان بتحبوا موهوبه زي حضراتكم، هل ترتضوا ان الناس دي مره واحده تبقى قاعده في البيت واللي بيشتغل بس مجرد تراك؟ هل حد فيكم يرضى الكلام ده؟ ان احنا نؤذي قطاع كبير من موسيقيين مصر اللي هو ده وسيله رزقهم الوحيده، ومش هنقول وسيله رزقهم عشان ما تبقاش الامر امر وكاننا بنشحت المال او الاسترزاق. لا لا